من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوج، معكم محمد الكبيسي وأسير عماد. أهلا بكم، نبدأ معكم هذه النشرة بأهم ما فيها. طموحنا تحقيق طفرة عمرانية لافتة، يقول محافظ صلاح الدين، ويؤكد الأولوية للمناطق المدمرة. العراق يبشر بوضع مالي مستقر، ودعوات تأسيس صندوق سيادي تتفاعل، ضرورة لضمان مستقبل الأجيال. فلاحون يبكون اندثار 5000 دونم من الحمضيات بسبب الجفاف، ويؤكدون المستورد دمر ديالا. العراق على اعتاب موجة حر شديدة، والأنبار تطالب بالإنصاف، مناطق كاملة بلا كهرباء منذ أيام. أسعار العلاجات تؤرق مرضى السرطان في ذي قار، والصحة تحذر من تفشي الحمى النزفية. البداية من صلاح الدين، حيث أكد محافظها إسماعيل الهلوب استحصال تطمينات مهمة من قيادات الدولة العراقية لتحقيق نهضة عمرانية حقيقية بالمحافظة، مشيدا بالإجماع السياسي والبرلماني الذي يقف خلف الإصرار على تطوير المحافظة، ولفت إلى أن الحكومة المحلية ستستعين بمستشارين كفؤين من داخل وخارج المحافظة لبدء عملية الإعمار. الملفات والتحديات كبيرة، وإحنا اليوم أخذنا تطمينات من جهات عليا بالدولة، يعني هناك دعم من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي عن صلاح الدين. هاي المرة الأولى اللي يصير بها هذا الإجماع في محافظة صلاح الدين، يعني بالأغلبية، خلونا نقول المطلقة، حتى في البرلمان العراقي كانت أغلبية مطلقة. هذا معناه أنه يجب أن يكون هناك تغيير في صلاح الدين، والتغيير نحو الأحسن، ويجب أن يكون هناك خدمات ممتازة تقدم للمواطن، يجب أن يكون هناك مشاريع استراتيجية ما يخص إعمار المحافظة. إحنا اليوم حاليا بدأنا بالتخطيط لهذه المهمة الكبيرة، ويجب أن نستعين بمستشارين كفؤين من داخل وخارج المحافظة للبدء بعملية إعمار حقيقي بالمحافظة. هذا وتحدث محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب عن الأولويات الحكومية التي ستتصدر أجندة الإعمار والخدمات، مشيدا بجهود رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر ورئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي بدعم المحافظة. احنا عندنا توجه أو رؤية أنه احنا نشرع بمجموعة من المشاريع المهمة، نبدأ بالأقضية الأكثر تضررا اللي هي بيجي وسامراء وتكريت والشرقاط، ومن ثم الأقضية الأخرى اللي هي العلم والضلوعية وبلد والدجيل والطوز والمناطق الأخرى. راح يكون تركيز على المناطق اللي تضررت بسبب الإرهاب وسبب الحرب على الإرهاب، والمشاريع هاي راح تتركز على عدة قطاعات: الطرق والجسور والمي والكهرباء والصحة والتربية. هاي القطاعات المهمة اللي احنا راح نشرع بتنفيذ مشاريعنا عليها. اكو هناك دعم كبير من رئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ محمد الحلبوسي، وأيضا رئيس تحالف السيادة، هناك دعم كبير من الشيخ خميس الخنجر، وهناك وعود باستمرار الدعم من الحكومة الاتحادية لضمان أن صلاح الدين ترجع إلى سابق وضعها الطبيعي وعلى سابق عهدها. إذن بعد اختيار محافظ جديد لصلاح الدين، يبدو أن الإجماع السياسي والبرلماني بالفترة الحالية يبشر بنهضة عمرانية وخدمية في المحافظة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. عيون الإصلاح ترنو لواقع جديد ومختلف، هكذا يرى المتفائلون في صلاح الدين، وهي تختار محافظا جديدا بإجماع سياسي غير مسبوق. نواب المناطق المحررة في البرلمان والرموز الاجتماعية والعشائرية والأوساط الشعبية كلها اتفقت على إعادة الاعتبار للمحافظة التي أصابها ما أصابها من الحيف والظلم والفساد. ويرى كثيرون إن الدعم الاستثنائي الذي منحه رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لصلاح الدين سيسهم كثيرا بإنصاف المحافظة ماليا وحكوميا. نقدم شكرنا وتقديرنا العالي لتحالف السيادة المتمثل بالسيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي والشيخ خميس الخنجر لاختيارهم شخصية قيادية تخدم مصالح أبناء شعب محافظة صلاح الدين، ونشكرهم لأنه تم الاختيار من قبل ما يقارب 275 نائب. عهد جديد يستند على الإعمار الحقيقي وعلى خدمة أبناء المحافظة دون تمييز بين منطقة وأخرى، هذا ما يتمناه أبناء صلاح الدين، بالإضافة إلى وحدة المكون وتكاتف الجهود بدعم الإدارة الجديدة لخدمة أبنائها. من هذا المنطلق نقول أننا قد بدأنا مرحلة جديدة، مرحلة الإعمار والبناء، مرحلة نسيان الماضي وبدء صفحة جديدة لخدمة المواطنين من خلال الإنجازات التي سوف تتحقق والمشاريع الخدمية التي تضمن حقوق المواطن في محافظة صلاح الدين. مهمة الإعمار الجديدة ينتظرها أبناء المحافظة بشغف كبير، وكلهم أمل بأن يتحقق ما غاب عنهم في الفترة الماضية، فلم تجني صلاح الدين سوى الخراب والديون. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. وإلى تداعيات إقرار البرلمان لقانون تجريم التصبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أكد زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر أن العراق لا يعادي الديانات بل يعادي التطرف والإرهاب والظلم. وأبدى الصدر موقفه كرد فعل على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي تضمن انزعاجها من تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلا إن هناك الكثير من التصرفات والجرائم التي ترتكب ضد المسلمين ولا تعدها الجهات الدولية إرهابا، كإخراج العرب من القدس ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، مستدركا نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين، نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي، حسب قوله. من جهتها أكدت اللجنة القانونية النيابية أن جميع أجهزة الدولة والمواطنين سيتابعون تطبيق قانون تجريم التطبيع لأنه قضية تخص العراقيين وتخص ثوابتهم الوطنية إزاء قضية فلسطين، مبينة أنها لم تحدد الجهة المعنية لمتابعة تطبيق القانون. اللجنة أضافت أن العقوبات التي تضمنها القانون صنفت على أن الجرم يمس بسيادة البلد وبالتالي السجن المؤبد والمؤقت بحق رئيس الجمهورية فما دون إذ خالف القانون، فضلا عن أن أي فعل يقوم به أي شخص بشكل مخالف للقانون سينفذ بهم الحكم الذي يصل إلى الإعدام باعتبار القضية سيادية. وبينت أن القانون تضمن أيضا عدم السماح لأي أجنبي الترويج للتطبيع من داخل العراق، كما أشارت إلى أنها استلمت ملاحظات من داخل البرلمان وخارجه بشأن القانون، وبالتالي تم الأخذ ببعض الملاحظات وتم التصويت على المسودة الأخيرة له. دبلوماسيا، يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى العراق يونامي لمدة عام واحد، فضلا عن دعوى القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المقرر أيضا أن يحث مجلس الأمن خلال عملية تصويته على ضرورة تكثيف التعاون بين بغداد وأربيل وتطبيق التفاهمات الأمنية بما فيها اتفاقية سنجار، وصولا إلى التأكيد على أهمية مكافحة التصحر في العراق لما له من آثار على استقرار البلاد. ويؤكد المجلس أنه ورغم دعمه المستمر لبعثة يونامي في العراق، إلا أن بعض أعضاء المجلس اقترحوا تعديلات طفيفة على عمل البعثة الأممية نابعة من مخاوف محددة أو من استجابة لرغبات من الحكومة العراقية. هذا ورحب رئيس أقليم كردستان نشرفان بارزاني بدعوة مجلس الأمن الدولي أربيل وبغداد إلى الانخراط في حوار منتظم لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما. وتوجه الرئيس بارزاني في تغريدة له على تويتر بالشكر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد ولاية البعثة الأممية لمساعدة العراق
كما أعرب عن ترحيبه بدعوة مجلس الأمن ببغداد وأربيل للانخراط في حوار منتظم ومنظم لحل جميع القضايا العالقة بما يتفق مع دستور العراق. سياسيا، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني مضمون تفاهماته مع الاتحاد الوطني الكردستاني التي أجراها الحزبان خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أنها لا تندرج ضمن مفهوم الاتفاقات وإنما تفاهمات على ملفات منها داخلية بما يتعلق بانتخابات برلمان الإقليم والملف السياسي العراقي وما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية. وقال النائب عن الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي إن اللقاءات الأخيرة بادرة إيجابية كسرت الجمود الذي ساد العلاقة بين الأحزاب الكردية، وبالتأكيد هذه التفاهمات ستنعكس على العلاقات مع القوى السياسية في بغداد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن وضع البلاد بات لا يحتمل إطالة فترة الانسداد السياسي. من جانبه، رأى الاتحاد الوطني الكردستاني أن حل الخلافات داخل البيت الكردي يحتاج إلى تنازلات. وقال عضو الاتحاد الوطني آرام جباري أن توحيد البيت الكردي ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الخلافات داخل البيت الشيعي وتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الإصرار على المواقف وعدم تقديم تنازلات من الحزب الديمقراطي بما يخص رئاسة الجمهورية والملفات الأخرى فمن الصعب التوصل لنتائج فورية لحل هذه الخلافات. بالتزامن مع الحديث عن انفراجة كردية قريبة في تفاهمات قصر السلام، أطراف سياسية في الإطار التنسيقي تكشف عن عودة الحوارات بشكل غير معلن مع التيار الصدري. تلوح بالأفق بوادر انفراجة للانسداد السياسي بعد إعلان الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الاتفاق على العمل لإعادة الثقة بين الجانبين، وفي خضم ما يتم تسريبه من سيناريوهات كردية رجحت مصادر احتمالية أن يتفق الجانبان على ذهاب منصب رئاسة الجمهورية للبارتي مقابل ذهاب منصب رئاسة الإقليم لليكتي، إضافة إلى اتفاق الجانبين للضغط على القوى السياسية الشريكة للتدخل من أجل تجميد قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتصدير النفط من الإقليم. هناك اتفاق أن تكون هناك رئاسة الإقليم للسيد برهم صالح ومقابل أن يكون السيد ريبا رئيس للجمهورية، واعتقد أن رئاسة الإقليم لا تقل شيئا أو أكثر فاعلية حقا من الناحية العملية في كسلطة تنفيذية من رئاسة الجمهورية، باعتبار أن رئاسة الجمهورية هو منصب فخري، واعتقد أن الحزب الديمقراطي هذه المرة أراد أن يتوج لرئاسة العراق باعتبار كل الدورات هي للحزب الكردستاني، واعتقد أنه من حقه ولذلك ستكون هناك انفراجة. وعن الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تقول مصادر سياسية أن حوارات غير معلنة تجري من طرف ثالث مبادر التقى قادة الإطار التنسيقي لمعرفة وجهة النظر ورسم خارطة للتقارب بين الإطار والتيار. المصادر تؤكد أن الطرف المبادر الذي يريد لملمة البيت الشيعي سيلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الأيام القادمة لإقناعه بمد يده للإطار، لا سيما بعد تطورات البيت الكردي الأخيرة التي جاءت بعد قطيعة دامت لشهور. الحوارات بين الطرفين الكرديين الأساسيين أعتقد تساهم، إذا ما توصلوا إلى اتفاق تساهم في عملية الانفراج على الصعيد الوطني، وكذا الحال بالتأكيد سيؤثر على علاقة التيار بالإطار لأنه يكون حراك من مختلف الأطراف، لأنه طالت مدة عدم تشكيل الحكومة وتأثير ذلك على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا أعتقد لم يغب عن أذهان الناس وأمر ملموس في حياة العراقيين اليوم بسبب تأخير الموازنة، وسبب عدم تقديم الموازنة هو عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة، ونأمل أن تكون الحوارات جادة وتحقق انفراجة فعلية لأن يستقر المجتمع العراقي خلال الأيام القادمة. وتؤشر مراجعات القوى السياسية إلى وجود مغامرة كبيرة في الذهاب مرة أخرى إلى انتخابات مبكرة بعد أقل من سنة من آخر انتخابات، والتي جرت في تشرين الأول الماضي وكانت مبكرة أيضا، حيث من الطبيعي أن يصار إلى انتخابات جديدة في حال حل البرلمان. المغامرة تكمن في احتمال اهتزاز قواعد بعض الأحزاب بسبب ما جرى في الأزمة السياسية والخوف من اتساع جمهور المقاطعين. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة.
إذن مشاهدينا الآن ينضم إلينا أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي. أهلا بك دكتور غالب. إذن يعني جولة من الحوارات والتفاهمات داخل البيت الكردي، وهذه التطورات ربما جاءت بمباركة أممية وحضور بلاسخارت في هذه الاجتماعات الأخيرة. مستقبل هذه التفاهمات ما بين البارتي واليكتي، من الممكن كيف تنظرون إلى هذه التطورات وانعكاسات ذلك على بغداد؟ تفضل. مساء الخير. أهلا. أنا في الواقع أعتبر المناقشات أو الحوار اللي يجري الآن بين البارتي والاتحاد هو حوار بين التحالف الثلاثي وبين الإطار التنسيقي، لأن طرفان الصراع الاتحاد يمثل الإطار وهو غير بعيد حتى في هذه المفاوضات عن الإطار، ويعلم الإطار على يقين بكل التفاصيل، وأيضا البارتي له صلات واسعة مع التحالف وهو يتحاور في هذا الجانب. إذا تم الاتفاق في كردستان بأي صيغة كانت، الإبقاء على السيد برهم، استبدال السيد برهم بالسيد ريبار، السيد برهم ينتقل إلى أربيل، أي شيء، هو بالنتيجة هو سيحلحل الوضع في بغداد. الأولى في حالة اتفاق نهائي للكردستاني، بمعنى أن التحالف الثلاثي وإن رفض الإطار سيكون له الإمكانية أو أغلبية مريحة لتمرير رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بسهولة جدا. أو إذا كان الاتفاق شامل، هناك أيضا اتفاق يجري قد خلف الكواليس بأنه الإطار يتنازل عن كثير مما يريده، هو كان يريد أن يكون الكتلة الأكبر، يشكل الكتلة الأكبر، وكان يريد رئيس الوزراء أن يكون باتفاقه وبموافقته. يعتقد بعض هذه الأشياء بدأ يتنازل عنها الإطار التنسيقي، وهو واضح عبر تصريحات زعمائهم، وآخر تصريح يقول أنه سنتنازل وفقط نريد الحفاظ على الكتلة الأكبر الشيعية. طيب دكتور غالب، يعني تعتقد بأن السيناريو ربما وارد أن بعد أن يتم الاتفاق ما بين اليكتي والبارتي ودخول اليكتي ضمن تحالف إنقاذ الوطن، بهذه الحالة يعني سيكون تشكيل الحكومة، التمرير رئاسة الجمهورية، وكذلك يعني الاتفاق على رئاسة الجمهورية سيكون بالتالي تمرير رئاسة الوزراء، وبهذه الحالة يعني كيف سيكون السيناريو أو الموقف بالنسبة للإطار؟ شوف، مبدئيا أنا لا أعتقد أن الاتحاد، يعني لا أجزم أن الاتحاد سيغادر الإطار، ويرتبط بعلاقات وثيقة جدا وليس من السهل، وأنت تعرفين علاقات التاريخية بين الإطاري والاتحاد، وهذا واضح لا يمكن نكران. لكن لو أن الاتحاد اتفق لانضم إلى التحالف الثلاثي، فإن الحكومة ستمضي بسهولة، يتوفر عدد كافي، ثلثي أيضا يكون عند التحالف الثلاثي، وأيضا نصف زائد واحد سيتوفر لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن لا، هذا السيناريو أنا أستبعده، غير وارد، وهو وإن كان على أساس أن هناك تأكيدات من قبل اليكتي. سيد غالب، يعني هناك تأكيدات بأنهم ربما يرون هناك إمكانية للاتفاق مع إنقاذ الوطن، لكن بنفس الوقت يعني ربما لا يتنازلون عن الاتفاق مع الإطار، يعني كيف من الممكن التوازن في هذه الحالة؟ لا يكون، نعم، وهذا الذي أريد أن أقوله وأنت سبقتيني في السؤال، أنه الإطار الاتحاد عفوا باتفاقه مع البارتي هو لا انسحاب، هي طرحت الفكرة من الإطار على الاتحاد بأن يعني تكون مناقشات باتجاه أن ينسحب البارتي وأن ينسحب الاتحاد من الإطار ومن التحالف الثلاثي، ويتركون الشيعة أن يتوافقوا، لكن هذا الأمر جوبها بالرفض كما سمعت من البارتي. وبالتالي فإن الخيار الأسلم هو حينما يتفقان الحزبان الكرديان الرئيسان في كردستان، طيب، سينسحب هذا الاتفاق على اتفاق شيعي، وإن كان غير مبرم في ورقة أو اتفاق أو حوار، بمعنى أن الشيء المهم أنه بعض كتل الإطار التنسيقي لن تشارك في الحكومة، ولكنها ستدعم تشكيل الحكومة، وأن يكون رئيس الوزراء أيضا برضا الطرفين أو شخص مقبول، وكل المؤشرات تشير إلى أن هناك
دكتور عفوا. نعم. يعني عادة وغالبا ما يكرر ويؤكد التيار الصدري بأنه لا إمكانية للحوار مع الإطار سواء في المهلة التي أعطيت 40 يوم وحتى ما بعدها، هناك تأكيدات وإصرار بعدم وجود حوار مع الإطار، وبالتالي اليوم يعود من جديد الحديث عن إمكانية أن يكون حوار ما بين الإطار والتيار والتوصل إلى اتفاق. هو شوف، هو فعلا الآن لا يوجد حوار، والذي يقول هناك حوار الآن غير معلن يعني حتى الآن، أعتقد هو جانب الحقيقة، ولكن ربما سيكون الحوار لاحقا. قد يكون غير مباشر، قد يكون بعد المدة المعطاة التي قال السيد الصدر أنهم اذهبوا وشكل الحكومة بدون التيار والتيار سيذهب للمعارضة، لكن الحوار الذي أقصده أنا قد يكون هناك اتفاق حتى وإن لم يجلسوا، عبر سيكون رأسه الأول الاتحاد والرأس الثاني يمثل التحالف الثلاثي هو البارتي، لأن اتفاقهما يعني قد يكون بغداد يؤدي إلى اتفاق آخر. بمعنى نعم، شوف الذي نسمعه الآن أن الإطار لا يمانع من عدم مشاركة أجزاء مهمة منه في الحكومة المقبلة، على شرط يشترط بأن يكون رئيس الوزراء هو محط موافقة التيار الصدري الإطار التنسيقي. اليوم التيار الصدري هو عرض السيد جعفر، الجعفر يبدو لم يجد قبولا من الإطار، وانت تعرفين ربما يعرف الجمهور لماذا الإطار لا يريد السيد جعفر الصدر. نعم. وهذه أسباب عميقة قد لا مجال لذكرها الآن. لذلك قد يختار أو يوافق على مرشح آخر مدعوم من التيار الصدري، وهو يكون بمعنى توافقي ولا يدخل ضمن الحسابات التي تقول أن لرئيس الوزراء 35 نائب. نعم. يعني 35 نائب يمثل منصب سيادي، وأيضا لرئيس الجمهورية هذا العدد، وبالتالي هذا الاتفاق ممكن أن يؤدي إلى نتيجة بتشكيل حكومة، بمعنى أنه الإطار يدعم رئيس وزراء مقبولا منه يرشحه التيار الصدري، وإن لم يتفق على أن لا يشارك الإطار التنسيق، وأعلنت جهات أكثر من جهة داخل الإطار أنها لا تريد المشاركة، ومن السيد عمار أعلن سابقا. نعم. والنصر وربما الفتح، وقد تكون الأعصاب لا تشارك. هذا الذي نسمعه عبر تصريحات من داخل الإطار التنسيقي، لأنه البقاء على هذا الحال والتهديد أصبح واضحا. نعم. أن هناك غضب شعبي كبير ضد هذه الجهات السياسية، لذلك ستقبل أن تضحي بجزء على أن لا تضحي بكل ما تملك نتيجة تظاهرات أو نتيجة انقلاب الشارع وغيرها. نعم. إذن أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي، كنت معنا، شكرا لك على جميع هذه الإيضاحات. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، حققت أسعار النفط العالمية قفزة جديدة بالأسعار، هي الأولى منذ حوالي الشهرين، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 117 دولار للبرميل الواحد، مرتفعة بنحو أكثر من 3 دولارات، كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي مسجلة أكثر من 114 دولار للبرميل الواحد. من جهته، كشف مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي مازن صباح أحمد عن احتياط العراق من العملة الأجنبية والذي بلغ 74 مليار دولار. وأوضح أحمد أن هذه الاحتياطات توزعت جغرافيا بين 9 دول وتتنوع بأشكال وأصول مختلفة، مبينا أن هذا المستوى المرتفع نسبيا يجعل العراق في وضع مريح من ناحية الاحتياطات الأجنبية، مؤكدا أن على الجهات الحكومية استغلال الوفرة المالية، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية إلى إعداد سلم جديد لرواتب الموظفين، مبينة أن الفئات المشمولة بالتعيينات بموازنة العام الحالي، ومنهم المتعاقدون والرعاية الاجتماعية وعقود 315 والأجراء اليوميون والمحاضرون. طالب متابعون للشأن السياسي الاقتصادي بضرورة إنشاء صندوق سيادي لاستثمار الوفرة المالية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، لا سيما بعد اكتمال بعض المدن الصناعية التي باشرت الحكومة بإنشائها والتي ستسهم بتشغيل آلاف من الخريجين والعاطلين. الأموال الحالية اللي عندنا أو الوفرة المالية اللي تتمثل هي 74 مليار دولار، هذه المبالغ لو توظفت
بالصورة الصحيحة للبناء، وهي من أساسياتها هو إنشاء صندوق سيادي. هذا الصندوق عمله وقت الأزمات اللي يمر بها البلد، أو الجانب الأهم وهو جانب التطوير، تطوير الجانب الزراعي الصناعي. نطالب إنشاء صندوق سيادي لغرض توظيف هذه الأموال بالصورة الصحيحة لبناء الوطن من جديد. المفروض على الحكومة، على القائمين، أن يستثمروا هذه الفرصة، أن يعززوا الصناديق السيادية، لأن هذه الصناديق السيادية هي ضمان للمستقبل، لأن لا نعرف المستقبل، قد يهبط النفط بعد ذلك، قد لا تكون هناك فائدة للنفط. توجيه هذه الصناديق السيادية في مشاريع استثمارية توفر العمل للبطالة التي تجاوزت قريب أكثر من 30% في العراق. فنطالب نقول المتحكمين بالسلطة أن يفكروا جيدا في هذه القضية. للمزيد ينضم معنا الخبير الاقتصادي والسياسي نبيل جبار العري. مرحبا بك أستاذ نبيل. ارتفاع أسعار النفط فوق ال 117 دولارا للبرميل الواحد، إلى متى سيستمر هذا الارتفاع برأيك؟ نعم، بالبداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا هي ممكن هذه الأسعار يعني لم تكن مفاجئة، يعني هذا تذبذب الأسعار اللي هو بحدود يعني اللي فوق عتبة ال 100 دولار من 110 إلى 120 دولار، هذا ضمن أغلب توقعات المؤسسات الاقتصادية الكبرى اللي تتعلق يعني تتحدث عن أسعار النفط وعن معدلات أسعار النفط، وبعض المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى حول العالم تتحدث عن ارتفاع ممكن يكون أعلى خلال النصف الثاني من سنة 2022. يعني هذه المعدلات أنا أعتقد هي معدلات يعني اللي متوقعة والمتنبئ بها سابقا، اللي هي عقبة الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على استخدام النفط. ممكن نشهد ارتفاع آخر يعني بعد النصف الثاني، أو ممكن يكون استقرار نوعي لهذه الأسعار خلال فترة 2022، وهذا بالطبيعة يعني راح يأثر سلبا على المستهلكين للطاقة، يعني الدول المستهلكة للطاقة بسبب ارتفاع الأسعار راح تأثر عليها سلبا، وتؤثر إيجابا على إيرادات الاقتصاديات النفطية ومنها العراق. طيب. يعني بعض الدول راح تتأثر سلبا اللي هي تستهلك الطاقة بشكل مباشر، وبعضها راح تتأثر إيجابا مثل العراق المعتمد على سوق النفط. لكن ممكن أن يتأثر العراق ببعض سلبيات ارتفاع الأسعار، باعتبار أن المنتجات حول العالم ممكن ترتفع يعني بسبب ارتفاع الوقود اللي ينعكس كقيمة مضافة على أسعار يعني المنتجات والسلع بشكل عام. نعم. الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية حسب التصريح لوزارة المالية يقول بأنه بلغ 74 مليار دولار، كيف سينعكس هذا على استقرار الأسعار في الداخل العراقي، يعني سيما مع وجود أزمات عالمية تضرب في كل مكان سواء اقتصادية أو غذائية؟ نعم، يعني الاحتياط النقدي هو احتياط مرتبط ب يعني بالبنك المركزي تحديدا، وهذا الاحتياط ارتفع يعني اجى يعني متآتي من ارتفاع الاسعار النفط، يعني متآتي من الكميات الدولارات التي تدخل في خزينه الدوله بشكل مباشر. فهذا ما له علاقه على قضيه يعني مؤشرات الاسعار المحليه، يعني ماكو ربط مباشر، هو يعني يعكس مدى استقرارية الاقتصاد الكلي للعراق، يعني الاقتصاد الكلي يعني قدرته ممكن يكون على الاستدانة خلال الفترة القادمة، يعني الاستدانة المشروطة، يعني الاستدانة لتنفيذ مشاريع تنموية، يعني باعتبار أنه التصنيف الائتماني راح يرتفع أكثر باعتبار إيراداته عالية، احتياطاته عالية، غير معرض للمخاطر. هذه هي المؤشرات اللي ممكن تنعكس من حجم الاحتياطات النفطية أو الاحتياطات. طيب. لكن هذه الاحتياطات إذا ما يعني حاولنا مثل ما نقول الدخول في موازنات، يعني ممكن تبدي تتآكل هذه الاحتياطات تدريجيا بسبب يعني الانفاق المتزايد، فإحنا اليوم لين عندنا قلة في الانفاق فازداد حجم الاحتياطات النفطية. نعم. طيب إذا انتقلنا إلى الاحتياط النقدي العراقي، كما هو واضح فقد وصل إلى 90 مليار دولار، كيف يمكن العراق بهذه الأموال أن يسد ديونه ويخطط لأي طارئ مستقبلي؟
نعم، يعني هي من المفترض انه يكون يعني هناك ثبات في قضيه الاحتياطي، يعني الاحتياطي ما تخليه فقط في زياده باعتبارك جزء من الايرادات تتحول الى حسابات وزاره الماليه يعني او حسابات الحكوميه، هذا او حسابات خزينه الدوله. هذه حسابات خزينه الدوله ممكن ان تنفق، يعني تحولها الى انفاق، الانفاق متعلق تنموي، شنو احنا شنو عندنا ناقص في انتاج الطاقه، او تحولها الى الانفاق في مجال النفط او في مجال الاستثمار الغاز، يعني تحول المليارات الدولارات المتاتيه الى انفاق ممكن يعود لك بالاموال. لكن الاحتياطي هو ممكن يكون هذا اللي هو يصير في مقابل عمليه طبع العمله او مثل ما نقول العمله المحليه تقابلها احتياطي مالي يحاول يخلق نوع من انواع التوازن في السياسه النقديه. اذا الاحتياطي المالي متعلق في التوازن في السياسه النقديه، اما الايرادات الاضافيه ممكن تذهب بشكل مباشر الى حسابات خاصه، حسابات للخزين او حسابات للحكومه العراقيه. يعني هناك فرق، احنا مو بس نحول الاحتياطات، اذا ردنا نزيد الاحتياطات لازم نزيد المطبوع حتى يشكل عندنا نوع من انواع الثبات في ما بين الصرف. نعم. وما بينه، يعني هي نوع من انواع الموازنه، وهذا هي تطبيق العمليه او السياسات النقديه بشكل عام. نعم، النسخه الجديده من قانون الامن الطارئ يعني لا يزال يبدو ان هناك صراع عليه بين قوى الاطار والتيار ومن يقف معهما، ما امكانيه يعني تمرير هذا القانون لسد العجز في الوزارات؟ يعني هو اذا ابتدأنا من قضيه العجز، هو لا وجود للعجز. قانون الاداره الماليه رقم 6 لسنه 2019 وتعديلاته، يعني تعديله في 2020 اعطى صلاحيه للحكومه الانفاق بنسبه 1 الى 12 للموازنه التشغيليه، يعني اعطى صلاحيه للحكومه لصرف 90 تريليون تقريبا من الموازنه تصرفها بشكل طبيعي، والمتضمنه الرواتب، النفقات، النفقات التشغيليه بشكل عام. كذلك التعديل أنطى صلاحية للحكومة استمرار الصرف على المشاريع الاستثمارية، يعني المشاريع الاستثمارية المحالة في السنوات السابقة راح تستطيع الحكومة الاستمرار في عملية الإنفاق والصرف. يعني إذن ربما سيد نبيل عندها إمكانية تصرف بحدود أكثر من 110 تريليون. عذرا المقاطعة، لكن تريليون. نعم. لكن يعني على ضوء هذا السؤال، كانت هناك مطالبات برلمانية بأن عدم إقرار هذا الموضوع ربما سيؤخر عمل الوزارات، وربما سيؤدي إلى قلة في الإنفاق وقلة في الغذاء وعدم مساعدة وعدم توزيع إعانات على الفقراء. هذا ما قصدته من السؤال. هو إحنا نريد نوضح يعني بشكل أبسط أنه لا مبرر حقيقي في قضية يعني عجز الوزارات عن الإنفاق. الحكومة قانونيا تمتلك صلاحيات إنفاق تقريبا تعادل الموازنة. الصلاحيات المقيدة بغياب الموازنة هو صلاحيات إقامة مشاريع جديدة. كل طيب. المشاريع وكيف تحسب هذا؟ هذا إحنا بإنصاف وبعدالة، بغض النظر عن وجهات النظر السياسية أو الأطراف السياسية، ما لنا علاقة بالطرفين المتصارعين حول القانون. الحكومة لديها إمكانية الوصول للإنفاق لكل الموازنة التشغيلية، وجزء من الاستثمارية متعلقة بسداد النفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنجاز. فقط ما يحق لها بين قوسين هو الشروع بمشاريع جديدة. إذن ما أعتقد هناك مخاطر من عملية عدم تمرير الموازن أو حتى عدم تمرير قانون الأمن الغذائي. هذا بغض النظر عن وجهات النظر السياسية أو التوجه السياسي. نعم. الخبير الاقتصادي والسياسي نبيل جبار العلي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. أكدت وزارة التجارة استمرار موسم تسويق الحبوب، فيما أكدت أن محافظة نينوى هي الأكثر تسويقا. وقال وزير التجارة علاء الجبوري بتصريح خاص به قناة الفلوجة إن محافظة نينوى وفرت حتى الآن أكثر من 7000 طن من الحنطة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لسايلو قضاء مخمور، وبين الوزير أنه تم الوقوف على جميع المعوقات التي ربما تؤثر على سير عملية الاستلام والطحن، مؤكدا أن الوزارة رفعت سعر شراء الحنطة من الفلاحين إلى 800,000 دينار للطن الواحد، فضلا عن تسليم المستحقات للفلاحين أولا بأول. خلال اليومين الماضيين بدأ التسويق في محافظة نينوى، وكانت الأكثر تسويقا حقيقة قضاء مخمور في هذه المحافظة. زيارتنا جاءت للاطلاع بشكل ميداني
هذه العملية وما هي المعوقات التي ربما ترافق هذه العملية. كل هذه حقيقة جهود الحكومية جاءت نتيجة استعداد مسبق لدى الوزارة والحكومة وفق قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت مجالات متعددة، منها رفع سعر استلام محصول الحنطة إلى 850 ألف دينار، وأيضا دفع كافة المستحقات بفترات قليلة جدا. وبالفعل اليوم حولت بعض المبالغ إلى محافظة نينوى، وخلال أيام ما يسوق سوف يدفع. ابتدأ التسويق في سعر المخمور تقريبا قبل 3 أيام، والحمد لله النتائج الآن تجاوز التسويق 4000 طن، ومستمرين بعمل التسويق يوميا. السيارات يعني ما يتجاوز 60 سيارة، والحمد لله الجهود هنا فعالة جدا، يعني يوميا تسوق يتم تفريغ كافة السيارات المسوقة. أشاد عدد من الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم إلى سايلو مخمور، أشادوا بالإجراءات التي أكدوا أنها تجري بانسيابية كبيرة في عملية التسويق، داعين الجهات المعنية إلى معالجة بعض المعوقات التي تواجههم. والله طب نطب الساعة بثمان الصبح نطب، بثمان عشر احنا طالعين، بالوحدة احنا طالعين، والأمور زينة بس الطريق مو زين، هذا الطريق رادي قلب السيارات، هذا الطريق اللي يجي اللي يفتر منه من الشارع العام ينزل جوا رادي طي قلب السيارات، بس نريد مهمتكم يعني المهم الجماعة يعدلون الطريق. والله زين، والله فحص مختبري جيد زين، والتفريغ زين، والسايلو زين، كله والأمور كلها زينة طيبة. معاناتنا بالفلوس، تسليم الفلوس نريدها بمصرف مخمور، ليش نستلم من مصرف بعشيقة؟ يعني هو مصرف مخمور ومصرف بعشيقة نفس الشيء، نريدها بمصرف مخمور. والله التسويق ما شاء الله درجة أولى السنة، ونشكر معاني الوزير ونشكر مدير سايلو مخمور الأستاذ عمر، يعني استلام جيد جدا. والله احنا ندعم من الدولة، نريد كيمياوي، نريد كهرباء فول، نريد الفلوس بدل ما بعشيقة بالموصل مخمور، مصرف موجود مخمور قضاء وهناك ناحية، شو اللي خلاني من يروح لهناك نقف سيارة ب80 ألف يلا نجيب الفلوس. هاي معاناتنا عن الاسم، يدعمونا احنا بنجيب الحبل السهل. وفي ديالى يصادف هذه الايام موسم حصاد ثمار المحاصيل الزراعيه، لان ديالى تفتقد الى طابعها الزراعي، وخلت الاسواق بمحاصيلها بسبب جفاف الانهر وموت اغلب البساتين، لتكون المحاصيل المستورده هي المهيمن على السوق. يبحث أبو يزن عن فواكه وخضروات محلية لكن من دون جدوى، فالمحل والأسواق تعج بالمستورد. فواكه مال ديالى ماكو؟ لا ماكو، كلها مستوردة. عراقية؟ كلها مستوردة. برتقال مال ديالى؟ كلها مستوردة. يصادف موسم حصاد ثمار الأشجار في ديالى، حيث تنتج المحافظة آلاف الأطنان من الحمضيات سنويا، إلا أن الإنتاج في هذا العام تراجع بنسبة 70% منها. اليوم أنا أتجول بأحد أسواق محافظة ديالى تحديدا في بعقوبة، بصراحة استغربت من عدم وجود المنتج المحلي، يعني أغلب الفواكه والخضروات الموجودة هي مستوردة، يعني كل سنة في هذا الموسم، هذا موسم الفواكه يعتبر، يعني نلقى منتجنا متوفر إلا هذه السنة كله مستورد. تقدر المساحات المتضررة بعد الجفاف ب 500 ألف دونم زراعية، وأغلبها محاذية لنهر ديالى الذي جف بالكامل وقتل مئات البساتين، وخصوصا بساتين الحمضيات التي اشتهرت بها ديالى لسنوات وكانت أهم المحافظات المصدرة، إلا أن ديالى باتت اليوم مستوردة ومستهلكة لها. بعد هدر المياه من بحيرة حمرين سبب ضرر كبير جدا في البساتين في محافظة أكثر من 500 ألف دونم هي تضررت البساتين أكثرها ماتت. يعني هدر مليارات الأمتار المكعبة من المياه وعدم دعم الفلاحين ساهم باندثار المنتج المحلي وهيمنة المستورد على الأسواق، مما ضاعف من زيادة أعداد العاطلين عن العمل بين طبقة الفلاحين. ويبقى المزارع الخاسر الأكبر من تراجع المساحات الزراعية الذي كان وما زال يعتمد على الزراعة كمصدر رزق رئيسي له، من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.
في شأن آخر، رجحت هيئة الأنواء الجوية أن يشهد طقس العراق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد. الهيئة بيّنت أن درجات الحرارة سترتفع بصورة تدريجية وتبدأ بالارتفاع من اليوم الجمعة، فيما أشارت إلى احتمالية أن تشهد المناطق الشمالية في البلاد أمطارا خفيفة مع وجود بعض الغيوم، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق العراق. أثار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه تام عن منطقة 7 كيلو في محافظة الأنبار أثار سخط الأهالي هناك، ليطالبوا بحل عاجل وإصلاح الخلل في منظومة الكهرباء الوطنية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. 10 أيام مضت على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة 7 كيلو غرب الرمادي، هنا حيث يقطن أكثر من 1000 نسمة، جميعهم يعيشون في ظلام دامس بعد أن تجاوز عدد ساعات الإطفاء فيها ما يقارب 23 ساعة في اليوم. في غضون ذلك حاول الأهالي التواصل مع الجهات المعنية من دائرة الكهرباء للتحدث عن أسباب هذا الانقطاع، لكن لا حلول عاجلة سوى الوعود التي لم تثمر عن تحسين واقعهم حتى الآن. نحن أهالي منطقة 7 كيلو نعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترة أكثر من أسبوع، الانقطاع شبه تام، حتى إذا أجت الكهرباء بساعة أو ساعة ونص تجي متقاطعة، وهذا الشيء يأثر على الأجهزة الكهربائية، يأثر على الكهرباء بصورة عامة داخل المنازل. احنا نطالب الجهات المعنية انه تتدخل وتحل هاي المسألة. استمرار الانقطاع في التيار الكهربائي وعدم تجهيز محافظة الأنبار بحصتها الكافية من قبل وزارة الكهرباء ستؤثر بشكل مباشر على الأهالي، لا سيما وان الأسبوع المقبل سيكون العراق على موعد مع موجة الحر الأولى التي قد تتجاوز نصف درجة الغليان. هاي الكهرباء صار اكثر من أسبوع على حطة، هاي ماكو وطنية ماكو نهائيا، رابطين علينا احنا 7 كيلو، رابطين علينا 5 كيلو و6 كيلو 5 كيلو، يرادهم محوله وحدهم واحنا محوله وحدنا يرادنا تقريبا بينا بالالف نسمه، هنا احنا الالف نسمه ضايفين، كنا رابطين على واير واحد ما يصير الحكي هذا. تذبذب ساعات تجهيز الكهرباء والتي تقابلها موجات متكرره من الاتربه بدات تؤرق الكثيرين، خصوصا ممن لديهم امراض مزمنه. ويحتاج العراق وفق تقديرات وزارة الكهرباء كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الحادة إلى رفع سقف إنتاج الطاقة الكهربائية على الأقل إلى نحو 30,000 ميغاوات للتمكن من تأمين الكهرباء على مدار الساعة. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. أمنيا، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان استشهاد مدنيين 2 وإصابة 2 آخرين في قصف صاروخي شنه تنظيم البككة على قرية تابعة لناحية بامرني بمحافظة دهوك. وجاء في بيان للجهاز أن عناصر البككة الإرهابي أقدموا على توجيه صاروخين إلى قرية تابعة لناحية بامرني بمحافظة دهوك، ولفت البيان لأن العملية أسفرت عن استشهاد مدنيين 2 وإصابة 2 آخرين بجروح. من جانبه أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العمليات العسكرية التركية التي تنفذ على الحدود الجنوبية للبلاد لا تستهدف سيادة الجيران لكنها ضرورية لأمن تركيا. بيان لمجلس الأمن القومي ذكر أن أنقرة ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة التهديدات الإرهابية هناك، وقال البيان إن أنقرة وجهت دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم ما وصفته بالإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية. أمنيا أيضا، قتل شخص وأصيب 8 آخرون خلال نزاع عشائري في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد. مصدر أمني قال إن النزاع وقع بين أبناء عشيرتين واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأضاف قوة من نجدة بغداد تدخلت واعتقلت 2 من طرفي النزاع، وتم إرسال تعزيزات إلى المنطقة لغرض السيطرة على الوضع واعتقال البقية.
في شأن منفصل، ألقت القوات الأمنية القبض على الشخص الذي أقل طفل الطائرة وأدخله إلى مطار النجف الدولي ليتسلل بعدها الطفل إلى داخل طائرة كانت متوجهة إلى إيران. مصدر أمني أكد أن الشخص الذي أوصل الطفل إلى المطار منتسب في شرطة الطاقة، وبين المصدر أن التحقيقات ما تزال مستمرة معه، كما أشار إلى أن المعتقل ادعى في التحقيق الأولي أن الطفل هو من قام باستئجاره وإدخاله إلى المطار. هذا وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بفيروس الحمى النزفية منذ ظهوره في البلاد وحتى الآن بلغ نحو 98 إصابة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه غير ثابت وقابل للارتفاع. الصحة أضافت أن تربية المواشي في الأماكن السكنية يسبب انتشار العدوى وزيادة أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدة عدم وجود أي لقاح أو علاج له حتى الآن. وأشارت إلى أن الحمى النسبية وباء متوطن ويظهر في كل عام، لكن العام الحالي شهد تسجيل أعلى عدد من الإصابات مقارنة بالسنوات الماضية. صحيا أيضا، أوضحت وزارة الصحة أن فيروس جدر القردة ينتقل من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف. الصحة أشارت إلى أن فترة حضانة الفيروس داخل الإنسان تتراوح من 5 إلى 20 يوما، مؤكدة عدم وجود علاج أو لقاح خاص للوقاية منه. وأضافت أن أعراض المرض تكون على شكل حمى مرتفعة وألم في العضلات، بالإضافة إلى حدوث تضخم في الغدد اللمفاوية ولظهور طفح جلدي، مشيرة إلى أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر. بعد ازدياد الإصابات بمرض السرطان في محافظة ذي قار وخلال السنوات الأخيرة، افتتحت وزارة الصحة في مستشفى الناصرية التعليمي المركز الثالث لعلاج مرضى السرطان على مستوى المحافظات الجنوبية والأحدث على مستوى الأجهزة، إضافة إلى الاستعانة بفريق هندي للإشراف على المرضى. كشف تقرير حكومي عن أرقام مرعبة بخصوص مرضى السرطان في ذي قارة، حيث بين تسجيل 14,000 إصابة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما طلب مصابو السرطان بتوفير العلاجات الكافية لهم لعدم قدرتهم على شرائها. يعني أنا كمريض بالسرطان فترة من الفترات قمت أشتري العلاج على حسابي، يعني انه صارت انه فتره انه شحت علاجات وشركه لوكيميا ولازم انت الاستيراد والكذا والفحص والتاخير اللي يصير، فالمريض خب ما ينتظر الدوله توفر له، فقام اضطريت انا واحد من العالم قمت اروح اشتري العلاجات على نفقتي الخاصه. بعد ازدياد الاصابات بمرضى السرطان في ذي قارة، افتتحت وزاره الصحه في مستشفى الناصرية التعليمي المركز الثالث على مستوى المحافظات الجنوبية والأحدث على مستوى الأجهزة، حيث جاء الافتتاح بوقت متأخر نتيجة للأعداد الكبيرة من المصابين، حيث تم استخدام فريق هندي لمعالجة المصابين. افتتاح مركز العلاج الإشعاعي في مستشفى الناصرية التعليمي، هذا المركز تم استخدام فريق طبي هندي أجنبي المستشفى يشوده، هذا الفريق مؤهل لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الأورام في محافظة ذي قار، ويقدم الخدمات من خلال التقنيات 3D وتقنية MRT. اليوم دار الصحة ذي قار بافتتاح مركز المعجلات الخطية أصبحت الوحدة العلاجية لمرضى السرطان في المحافظة وحدة متكاملة من حيث الخدمة العلاجية، من حيث الزرق الكيميائي، والآن خدمة إعطاء الإشعاع للمرضى اللي بحاجة إلى الإشعاع. وبعد ارتفاع الإصابات، تطالب محافظة ذي قار المنظمات الصحية والبيئية الدولية والمحلية لمواجهة مرضا أصبح يدق ناقوس الخطر لمدينة يتعدى عدد ساكنيها 2 مليون نسمة. من
ذي قار سعد الركابي قناة الفلوجة. ختام النشرة نذكركم بأهم عناوينها. طموحنا تحقيق طفرة عمرانية لافتة يقول محافظ صلاح الدين ويؤكد الأولوية للمناطق المدمرة. العراق يبشر بوضع مالي مستقر ودعوى تأسيس صندوق سيادي تتفاعل ضرورة لضمان مستقبل الأجيال. فلاحون يبكون اندثار 5000 دونم من الحمضيات بسبب الجفاف ويؤكدون المستورد دمر ديالى. العراق على اعتاب موجة حر شديدة والأنبار تطالب بالإنصاف، مناطق كاملة بلا كهرباء منذ أيام. أسعار العلاجات تؤرق مرضى السرطان في ذي قار والصحة تحذر من تفشي الحمى النزفية. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.